واش على فامي، مرحبا بكم في فيديو فلوق جديد. كنتمنى تكونوا كلكم مزيان بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا لا فيديو. المهم الدراري الفيديو جا مزروب شويه على قبل شي بلانات كنشوفهم كيديرهم الدراري شي اغلاط. بريف اصلا نقولوا عليهم اغلاط، بنادم ما عارفش. والحاجه الخايبه في هذه البلانات هادو هما ان بنادم كيسمع من واحد اخر، ما عارفش نعذروه ما عارفش، ولكن اخويا ما تخليش بنادم اخويا يضحك عليك بالعربيه، تعرفش راه ماشي كيفيدك، راه كيضحك عليك ولا كيطنز عليك. كتلقى بنادم ما فراس مالو حتى بيكاله وكيجي كيبدا يفتي عند والو، كيكون كيفتي الري كيقول لك ما تاخذش الشوميزه بيضاء، خذها كحله كتصبر للوسخ، ما تاخذش الزيبره تتقلب ورا ما مدوش حتى سنطروه. كما قلت لكم الدراري البلان وما فيه هو ان بزاف ديال الدراري كيجيو كيسولوني مثلا على سيماتي ولا على اي موتور بصفه عامه. قال دابا واحد الدري واحد النهار قال لي يا خويا، قال لي يا خويا السيماتي كتقسم. قلت لي منين؟ قال لي كتقسم من النص، راه شي دراري تقسمات لهم. قلت لي شكون اللي قال لك هذه الهضره؟ قال لي راه معروف، راه الدراري كاملين كيقولوا هذه الهضره هذه. قلت له واخا وريني الدراري، وريني شي سيماتي مقسومه، عطيني شي تصويره ديالها. قال لي اخويا راه قال لي واحد الدري، قال لي راه الدراري صحابو. قلت له واخا وراك، وراك شي سيماتي مقسومه. قال لي لا راه قال لي يعني. واش كتقسم بصح؟ واش تقسم شي اس اش داخله مقسومه ولا تاي ماكس داخله مقسومه؟ راه موتور كتشري من لاميزو ديالو جديد وكيتمونطا قدامك، واش هو كيتمونطا؟ واش هو داخل مسروق المغرب داخل كونتربوند؟ داخل جديد اصاحبي، راه ماشي واخدو اوكازيو باش تقول لي مقسوم ولا واش تخاف من هاد البلانات. وانت واخد موتور جديد، واش هو يلاه داخل تقريبا مثلا الموديل 2019 ولا 2020 ولا 2021؟2021 وكتقول لي كيتقسم، هضر معايا لوجيكمون. ولا واحد عاوتاني اخويا سيماتي قالوا لي فيها الفيبراسيون، راه ماطر دايرين 7 المليون 8 المليون وفيهم الفيبراسيون. غير دخل تفرج في لي تيست رايد ديال الدراري اللي كيسوقوا ماطر كبار، راه غتسمع الهورنيت فيها الفيبراسيون، راه بزاف الماطر فيهم الفيبراسيون. انت واخد موطور مليون ونص وباغي ما يكونش فيه الفيبراسيون، باغي يكون سينونس سينو، خذ دبر على موتور ديال الضو كيخدم بالباتري، هذاك راه ما غتسمع لا صوت ديال البو، ما غتسمع حتى شي حاجه، وسير بموتور سيلونس لا فيبراسيون ولا والو. هذا من ناحيه. وواحد النهار عاوتاني واحد الدري المهم دار معايا في الانستغرام كذا، هادي خويا انا راه كنسكن في سلاو كذا، وهادي بغيت نتلاقى انا وياك، بغيت نوريك الماكينه، ما نوريك الماكينه عندي موطور كيوت ليه الصاج كذا، هادي ما طلعاتش كذا ويلاه مركبها باقا روداج. قلت ليه مرحبا. درت انا وياه هذيك الوقيته، كنت انا اصلا في تقريبا دابا شي 5 ايام بحال هكا. قلت ليه واخا انا اصلا دابا غير فسلا ديسبونيبل، تلاقينا مع شي تويج ويه 7 ونص العشيه 8 بحال هكاك. جا السيد بموطور كدا هادي، وقفت سلام سلام طرا طرا، انت اخويا الموطور عطاني كونتاك، طلعت الموطور، الموطور جاني نورمال باقي في الروداج، يعني ما يبانش الموطور. راك لي البلان هو من يركب في الموطور نوريك واحد واحد السوقان دار ليه. نوريك واحد السوقان دار ليه الموطور، غنرجعوه بامور، كان الموطور بامور بحال هكا، غيكسيري غيكسيري بحال هكا، وهذا الموطور بحال هكا ويضرب برومي. عرفتي الموطور كيتسمعت فيه ديك الطرق، راه ما نعاودش لكم، راه باق عرفتي بواطا فيتاس. انا تتحوى حوى انا ما هضرتش معاه ما والو. ليه واش اول مره غتكسب موطور؟ الا انا مدوز سي 100 مدوز سي 50 مدوز مدوز، ولكن هذا الموطور ما عرفش الماكينه كذا.
لي خويا راه السوغان ديال سي 50 اوتوماتيك راه ماشي هو ديال سيمي لومبرياج. واخا تكون عندك سيمي لومبرياج ما غاديش تدو تكسيري هو الاول عاد باش تضرب برومي، تضرب برومي وتكسيري. وقع لك في ستوب ما غاتكسيريش كاع، غتضرب كاع بغيتي تكسيري غتضرب برومي وتكسيري، ماشي انت مكسيري مدور الاكسيلاراسيون واصله مع هاد الخمسه وتجي تضرب برومي راه تفرقع البواطا فيتاس مع المدار اصلا غيبدا يخرا لك الموطور. عاد حاجه بسيطه بعدا ملي شفت من الاغلاط اللي كيدير. شي واحد مثلا بغى ياخذ موطور 110 هو غاي بريباري 125، علاش تخرجوا 110 خذوا 49 كما هذاك، وهذيك 700 ولا 800 درهم اللي غادي تزيد ولا 1000 درهم اللي غادي تزيد ديال البريباراسيون، وتزيد عليها واحد 1500 ولا 1000 وشي حاجه وغادي تاخذ موطور وغتاخذ ماكينه. انت نقصي لك 800 درهم ولا 900 درهم في ماكينه، كنتي باغي تعلم خذ موطور 49 وتعلم فيه. ما قالك شي واحد شي حاجه الموتور شعلنا فيه. انا قلبي مدير لي وما تدي حتى ديال الزمر، جات السوكان ديال الزمر. بحارك الضو اصلا ديك البلاصه كاين فليش، كاين فليش كتعطيك اللي بغى يمشي من هذه الطريقه هذه هكا. دابا هذا هو الفيروج، كاين فليش من هنا بالخضر ومن هنا حمراء، وهذا الاخر هذا جاي في الاحمر. استغفر الله العظيم، عساك تحسن. متفق معاك خويا، خدام على راسك ولكن خدم راسك اخويا، خدام على راسك وخدم راسك. ما تكون جاهل اصاحبي، وانت عندك فيروج احمر وجاي حارك وجاي داخل قدام الفيروج الاخر اللي مطلوب. ثاني ما كنهضرش على كلشي، كاين اللي كيحتارم القانون ولكن كاين شي وحدين صافي عنده كوموند خصو يطير يزرب عندك الكوموند. شوف حياتك اصاحبي، ما تشوفش ال 15 درهم اللي غادي يعطوك من كوموند غادي تضيع عليها حياتك ولا تضيع عليها مثلا الموطور ولا راه كلشي كيتعوض. وكاين عاوتاني بنادم كيمشي كياخد مثلا في الروداج كيدير شي روداج لا اله الا الله، وكيدير شي زيت الفيدونج لا اله الا الله، ديك ديال 30 درهم 40 درهم. واش انت واخد موطور بمليون ونص ياك، مليون ونص واحد الموطور ومبريباري وخاسر عليه اتواش وطق طق محلق على الموطور، وزيت الفيدونج واخدها ب 30 درهم ولا 40 درهم، وكتسول واش هادي مزيانه. وين مالك؟ راه باينه احسن زيت كاينه، راه هي موتيل بلا ما نبقاو نديرو اشهارات فابور لعباد الله، راه باينه احسن زيت، احسن زيت هي موتيل وكيستعملوه مطر كبار. دونك بلا ما تجي تبقى تسول اش من زيت مزيان وانت واخد وحده ب 20 درهم ولا ب 30 درهم وكتسول هاد الزيت هادي واش مزيانه، راه تفرع لك الموطور وكتضرب بها واحد 3000 4000 كيلومتر. انا كناخذ موتيل غير غير مثال، انا كناخذ موتيل دايره تقريبا 70 75 65 على حساب كل بائع وشحال دايره عنده. مني كناخذها الموطور كنضرب به 1000 2000 الا طولت 2000 قدرت الضروره 3000 وخا هي كاتبين فيه 5000. علاش نضرب بها انا هذاك؟ نخلي الموطور نقي، نخلي الزيت نقيه يعني الموطور كيبقى شنو نقول لك
كيبقاو الاتاويج ديالو مزيانين المخربقين والدراري مساكن ما عارفينش كيبقاو يتفلاو عليهم بالهضره الخاويه بالعربيه تاع عرفت هذا باش غادي نجيو لدوك صحاب اللي كيبيعوا الماطر تا هما هذوك بوحدهم هذوك كتسناو الفيديو الجاي ان شاء الله كيبقاو يتفلاو على الدراري ما عارفينش عارف ليش